هذا وقد عملت وزارة الموارد المائية والري خلال العام المائي السابق 2023-2024 من خلال العديد من المشروعات والسياسات تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية على تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات وتحقيق أقصى استفادة من كل قطرة مياه ودعم مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في شتى المجالات. كما وضعت الوزارة العديد من الخطط ليتم تنفيذها في العام المائي 2024-2025.